أهلا وسهلا بكل مشاهدينا ببرنامج فولو أب. أبرز مواضيعنا لليوم: رامي مخلوف يتبرع بالملايين من أرباح سيرياتيل للمتضررين بالحرائق، وفتى الزرقاء جريمة بشعة جدا تهز الشارع الأردني، وفاة هندي يعبد ترامب بعد إصابة الأخير بكورونا. أخبار حرائق اللاذقية لسه متصدرة المشهد بسوريا. بعد زيارة بشار لمؤيدي بالساحل والاطمئنان على حالهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي، ما كان هو الوحيد. ابن خاله رامي مخلوف اللي انحجز على معظم أملاكه بسوريا حب يصيد عصفورين بحجر واحد. مخلوف نزل بوست على صفحته على فيسبوك بيعلن فيه تقديمه مساعدات للمتضررين بالحريق من أرباح سيرياتيل، بس المشكلة أنه سيرياتيل تحت إدارة الحارس القضائي واللي هو الشركة السورية للاتصالات، يعني أبو الريم عم يتبرع بأموال ما تحت إيده، وهيك بيكون طلع ببياض الوش أنه تبرع للمتضررين، بس بنفس الوقت بيكون حط النظام بموقف محرج في حال أن رفض دفع هالمبلغ من الأموال المحجوزة. رامي مخلوف عبر بالبوست عن تضامنه وأكد على نقطة أنه لتوزيع التبرعات هي أرسل كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيرياتيل وطلب منه الدعوة لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة، وأضاف أنه في حال التأخير بعقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي اللي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي واللي هن بأمس الحاجة له. يعني في حال ما تمت الموافقة الزلمة عمل اللي عليه، ونهى البوست بعبارة اللهم أشهد أني بلغت. الخطة ما مرت على المتابعين بسهولة وكتير تعليقات اجت على البوست. من التعليقات من حسن اللي كتب: خيرك سابق استاذ رامي، خيو وزعلنا ياهن انت وتبقى بعدين اتفاصل مع الدولة وشكرا. اما زين فعلق: بكره بيوزعوا على كم ضيعة قريبة عليهم وبعدين بيحطوا اسماء وضيعة وهمية، غير الله ما بيعرف وين بتجي بالخريطة. اما ديما علقت: ليش حضرتك ما بتبعت المصاري كاش للريف المتضرر وبعدين بتاخذهم انت من هذا الحارس القضائي؟ بظن لبين ما يعملوا اجراءات وقبول وموافقات بيكون بلش موسم الزيتون بعد شي 15 سنه. اما تعليق ثاني كمان من سهى اللي قالت: ما بتذكرنا الا بحكي ابليس عن العمل الصالح. روبا اسماعيل كمان علقت: ليش استاذ رامي رح يرجعوا لك الارباح حتى توزعها على الشعب؟ تبرع من اللي معك يا غالي. جريمة اختطاف واعتداء بشعة ضجت الشارع الأردني على أسلوب الدواعش بحق شاب اسمه صالح عمره 16 سنة من سكان مدينة الزرقاء أو الزرقاء بالأردن. سبب الاعتداء بحسب ما تداولوا أنه جريمة قتل ارتكبها أبوه لصالح ودخل السجن، فصار في قضية تار بين أبو صالح ومجموعة أشخاص، بس للأسف التار كان ضحيته صالح اللي كان طالع الصبح لحتى يشتري خبز، وبعد ما طلع من المخبز شاف شخص بيعرفه منهم هرب، وهو عم يركض كان في باص ماشي استنجد فيه وطلع، ولما طلع تفاجأ بوجود خمس أشخاص منهم هددوه وحطوا مفك ببطنه وصاروا يضربوه بالباص وأخذوه على منطقة الهاشمية على منطقة الشرق لأنه فاضية من السكان، وهنيك اعتدوا عليه بالضرب والتحرش، وآخر شيء قطعوا له إيديه وحاولوا يقلعوا له عيونه بالموس وتركوه بنص الشارع. أحد الأشخاص وثق هذا الشيء بفيديو عن الحالة اللي صار فيها شاب، بس رح نعتذر عن عرضه أو عرض أي صورة لقساوة المشهد ولانتهاكه كل القوانين والأعراف. طبعاً أضوى على المتهم الرئيسي بالجريمة والأمن العام وأكد أنه في له 172 سابق إجرامي. موقع التاج الأخباري استضاف صالح بمقابلة هاتفية، خلينا نسمع مع بعض الرواية المؤلمة على لسانه. صليت ركعتين قضاء حاجة وقيام الليل واستخرت. اها. خلت على السجن. حلمت انه عمري طالع من السجن وحامل كاس الشاي. طيبت الحلم هذا. بعدين صليت الفجر. صليت الفجر جماعة ورجعت. صليت بمسجد الهاشمية صح؟ الفاروق. الفاروق. وعلي الله عسى اعطاني القوه والله والله والله.
مقابلة أخرى من المملكة مع والدته لصالح اللي كمان حكت القصة. خلينا نشوف كيف حكت. ابني صالح إجوا خطفوه من... كان رايح يشتري خبز وإجوا خطفوه سيارتين فيهم 8 أشخاص وأخذوه على دار وفيها كمان دار 8 أشخاص كمان وقطعوا له إيديه وعموا له عينيه لابني. ابني اتدمر عمره 16 سنة ما ذنبه إيش في الحياة كلها. هذا المجرمين لازم ياخذوا عقابهم. كانوا بدهم يقتلوه ضربوه في البلطة ضربوه على راسه وكانوا يضربوه على إجريه في البلطة كمان بدهم يكسحوه وعينيه في المشرط شرطوا له إياهم. ابني هلقيته في إله عين ما بشوف فيها نهائي وإيديه التنتين قطعوا له إياهم الله لا يسامح. التعليقات كانت معظمها انفعالية لبشاعة الحادثة خصوصا أنه تم تصوير الضحية بفيديو مؤلم جدا. أسماء علقت على الموضوع ولا إعدام ولا بطيخ بيطلعوا مثل ما طلع اللي قلع عيون فلانة ودبح علانة. العدل عند ربنا الأرض كلها ظلم حسبي الله ونعم الوكيل. أما ريمونة فعلقت لأنه لا عندكم ولا عنا في قوانين بتحمي المواطن نتيجة طبيعية للمجرمين أنه يزيدوا إجرام طالما ما في عقاب يناسب الجريمة ولا رادع. تعليق من ولاء ايضا كتبت المصيبه انه البلد رح تنطبل كم يوم بالقصه وبعدين بيطلع لنا هم جديد بينسينا وبيضل الوجع والخوف والحسره بقلب الطفل وقلوب اهله. اما محمد فعلق يجب على الجميع الوقوف مع الشاب صالح والمطالبه باعدامهم والضغط على الحكومه والمشرعين بتعديل القوانين ضد هؤلاء المجرمين واصحاب القيود الكبيره. لا امن ولا امان لاطفالنا ومجتمعنا في ظل وجود هؤلاء المجرمين ومشاكلهم. الهند البلد المشهورة بأفلام الغريبة والخارقة للطبيعة كمان هي مشهورة بوجود أغرب الديانات والطوائف. سمعنا عن آلهة مختلفة بيعبدوها الناس هناك وعن تقديس البقرة وتحريم إهانتها، ولكن أغرب ديانة رح تسمعوا عنها هي شخص بدأ من كم سنة بعبادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رجل هندي عمل صنم على شكل ترامب وبنى له معبد خاص وصلاة خاصة وكل الأمور رواق لغاية ما انصاب الرئيس الأمريكي بكورونا من فترة قريبة، الشيء اللي خلى هذا المواطن الهندي يصوم 4 أيام على نية شفاء ترامب، لكن للأسف هذا الصوم عمل له أزمة قلبية أدت لوفاته. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. من تعليقات اللي اجت على الموضوع من نجاة اللي علقت هو اصلا كافر كمان غبي بنفس الوقت حسبي الله بس لا تعليق. تعليق من سمر اللي كتبت شكله لهيك طاب بسرعة ترامب استجابوا لصلاته قاموا أخذوا روحه لهذا الهندي بد جهل ما بعد جهل. محمد أيضا علق يعني خلصوا الأشياء الغريبة والعجيبة اللي عبدوها عبد لك شي رئيس عربي تحصل منه كم قرش عجبي على الدنيا. أما فقرتنا للفيديوهات الطريفة ترامب ونهفاته اللي بيطلعنا فيها كل فترة. بعد ما تعافى رئيس أمريكا من كورونا حب يغير الأجواء لأنصاره فعمل تجمع انتخابي كبير لحتى يرقص ويحتفل. نشوف مع بعض. هي كانت أبرز الأخبار اللي تم تداولها اليوم وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة.